ثلاثة الوصفات صحية بدون منازع، لدان الخبز مربى بدون سكر ولا مواد حافظة، ونزيدك غني بالأوميغا 3، وحضرهم في ساعتهم. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الأخير باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. والله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم اللي تشجيع فقط، وبالبارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي أول مرة كينضموا القناة وعجبهم أكيد المحتوى، ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركتي الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. وأول وصفة ومربى الأول اللي غنبداو به إن شاء الله، وهو مربى التين أو الكرموس المجفف. كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو وقته، هذا هو الموسم ديالو، يعني دابا عندنا الشريحه راه متواجده ومتوفره باثمنه مناسبه للجميع، وكذلك كتكون طريه ما كتكونش داك الشريحه اليابسه. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا تقريبا ما بين 250 غرام حتى 300 غرام ديال الشريحه او الكرموس الجاف، يعني نتوما الكميه راه غير محدده، غتخدموا بالكميه اللي بغيتوا، لان هناك ما كاينش شي معايير ديال السكر او مكونات اخرى. من بعد ما غسلنا الشريحه ديالنا مزيان مزيان وحيدنا لها داك الرويس ديالها، كنحلها على زوج باش كنتاكد بانها خاليه من اي حشرات او شوائب. من بعد كنرجع كنقطعها طريطفات، يكونوا من الاحسن طريطفات رقاقين قدر الامكان باش كتسهل علينا اثناء النضج ديالها. ومثلا الا كانت عندكم الشريحه يعني ناشفه شويه او يابسه، نفزقوها ليله من قبل في الماء، او الا ما فزقناش الا من قبل على الاقل واحد ساعتين في الماء عادي من الصنبور. كناخذ هنايا واحد الكاسرول او شي اناء اللي يكون ثقيل باش ما يحرقش لينا. عندي هنايا كندير جوج كيسان الماء في كل 250 غرام ديال الشريحه، وانتم على حسب الكميه ديال الشريحه اللي خدمتوا بها غادي ديروا الماء، يعني الماء يكون غير الواصل للحد ديالها، يعني غير يغطيها واحد شويش. كنوضع الكاسرول ديالي على النار اللي تكون مهيله حتى كنحس بان داك الشريحه راها تعلكات ليا او دابت ليا او رطبت ليا بالاحرى، كتولي رطيطبه، وكذلك داك الماء كينشف واحد شويه. كيف ما كتشاهدوا معايا غنجيب هنايا الطحانه او الخلاط الكهربائي او البراميكسور باش ما كان غادي تخدموا به، غادي نطحنها نتوما على حسب الطحين اللي غادي تطحنوها اللي بغيتوا. بغيتوا المربى يكونوا فيه طريطفات يعني بارزين، او بغيتوا يكون جاري اكثر. انا طحنتها ما بين وبين ما هو جاري، ما هما طريطفات بارزين اكثر كيف ما كتشاهدوا قدامكم في الصوره. من بعد ما كنطحنوا الشريحه ديالنا كنرجعها لنفس الكاسرول او الاناء اللي طابت فيه في الاول. كيف ما كتشاهدوا معايا تبارك الله ما شاء الله ما تغركمش الكميه ديال رابعه او 250 غرام، راه كتخرج لينا تبارك الله ما شاء الله واحد الكميه وفيره. من بعد ما كتنضج وكنطحنوها راه غتتفاجئوا بالكميه، يعني الكميه ديال الشريحه كتضاعف لينا. من بعد ما طحناها وضعناها في الاناء كنزيد هنايا واحد كاس ديال الماء من عبر كاس ديال العنبه مجددا، يعني جوج كيسان في الاول في 250 غرام باش طيبناها ورطبناها، والكاس التالي هو الاخر، يعني ثلاثه ديال الكيسان في المجموع. عندي هنايا المكون السحري والخطير والرهيب اي والغني بالاوميغا 3، يعني درت هنايا ملعقه كبيره مملوءه جيدا من حبوب الشيا او بذور الشيا، يعني راه معروفه المنافع ديالها عديده. كنضيفوها حتى التالي هي وداك الكاس ديال الماء، وكنرجعوا الكاسرول ديالنا على نار مهيله لمده ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ونخليوها على النار مهيله. الان غادي نمروا لتحضير مربى النوع الثاني، مربى البرقوق المجفف. يعني جبت لكم جميع المكونات، هذا هو الموسم ديالو، يعني البرقوق مجفف هذا هو وقته، وكنت ناخذه دابا ملي كنقتنيه وكنلقاوه طري، ماشي بحال البرقوق اللي كيدوز عليه العام كيكون يابس او ناشف، هذا طري. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحيدوه بحال اللي كنحيدوا له اللب ديالو، ملي كنبغيو نحيدوا له العظم بحال اللي كنحيدوا العظم للتمر تماما. كذلك الكميه غير محدوده، ديروا الكميه اللي بغيتوا. كذلك انا خدمت ب 250 غرام من كل مكون في هذا المربى. من بعد ما كنغسلوه جيدا كنحيدوا له العظم، ولا يعني لقيتوا العظم ديالو لاصقين او اقتنيتوه للاسف ناشف بزاف، كذلك غتبيتوه ليله من قبل في الماء او على الاقل واحد ساعتين في الماء عادي من الصنبور اي الروبين. بعد ما كنغسلو وكنحيدلو العظام كنقطعو كذلك طريطفات يكونوا رقاق لا باس بهم باش كيسهل علينا
منين كنطحنوه، الطريقه ديالهم مختلفه على الطريقه ديال الطهي ديال المربى ديال الشريحه او الكرموس. يعني ما كنديروش شي غلا في الماء مباشره، بعد ما كنقطعوه كنضيفوا الكميه ديال الماء المناسبه على حسب الكميه ديال البرقوق اللي عندنا، وكنطحنوه في الطحانه، اما طحانه ديال العصير او بغا ميكسور او الطحانه العاديه كيف ما كتشاهدوا معايا. كذلك غطحنوه بالكيفيه اللي بغيتو، بغيتو يكون مربى جاري او يكونوا بارزين فيه طريط فات. انا كالعاده طحنته يعني ما بينو بين. بالنسبه ل 250 غرام ديال البرقوق درت فيها كاس ديال الماء، غير باش كيسهل عليا الطحين ديالو، ما يتعلقش ليا وما يتعجنش وما يخسرش ليا كذلك الطحانه. ضروري ما نديرو كاس الماء منين بغيو نطحنوه. كذلك كنجيب هنايا شي اناء اللي يكون ثقيل، سواء المقلات او شي كاسخول اللي تكون ثقيله. من بعد ما طحناه كنضيفو كاس ديال الماء ومعلقة كبيرة من بذور شيا أو حبوب شيا، يعني كتعطي كتزيد تعطينا واحد المنافع لهذا المربى. عندنا واحد الطريقة ديال القرفة، أي ربع ملعقة صغيرة، كيف ما كنعرفوا القرفة كتواتى مع الذوق ديال البرقوق، وممكن تستغناو عليها الناس اللي ما كيبغيوش مذاق ديال القرفة. كنحرك الكل جيدا وغنوضع المقلاة ديالي أو الكاسخول عفوا على نار اللي تكون مهيلة لمدة ما بين 20 دقيقة أو 15 دقيقة، ما بين 15 حتى 20 دقيقة. وندوزو الآن نحضرو المربى الثالث والأخير ديال التفاح. دابا التفاح حتى هو هذا وقته وموجود، يعني جبت لكم كل شيء ما يصعبش عليكم، ولو حتى الأثمنة ديالهم مناسبة للجميع. عندي تقريبا واحد ربعة ديال التفاحات الحجم المتوسط، أنا ما وزنتهمش ولكن ممكن توزنوا ديروا واحد 500 غرام غتعطيكم كمية كبيرة. أنا تقريبا هنا 300 غرام ديال التفاح، ماشي 250 غرام، ربعة ديال التفاحات اللي قشرتهم وقطعتهم طريطفات صغار وضفت لهم عصير حامضة، يعني تقريبا واحد ربع كأس ديال عصير ديال الحامض فقط. وكندير كاس ديال الماء كنغطي عليها، ضروري ما نغطيو عليه ونديروه على نار مهيله حتى كيطيب لينا داك التفاح، يعني كيولي اللون ديالو شفاف. وكنستعين كذلك بالفرشيط ملي كيكون كيطيب، مره مره نعريو عليه ونحاول نبجغو، او كيف ما انا كنقول نبجغو نتوما مش كتقولوا، او نعفس عليه بالفرشيط. كنعفس عليه مزيان مزيان بالفرشيط لمده تقريبا ما بين 10 حتى 15 دقيقه، وما نساوش نغطيو عليه باش ما يتبخرش لينا داك الماء وينشف لينا داك التفاح ويتحرق وما يطيبش. من بعد ما كدوز تقريبا داك 10 او 15 دقيقه كنحيدو معنا النار، ممكن حتى تطحنوا الا ما بغيتوش ديروا الفرشيط. كذلك كنضيف له ملعقه صغيره مملوءه جيدا من بذور شيا او حبوب شيا كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنضيف كنرجع نضيف نص كاس الماء. علاش ملي كنديروا حبوب شيا كنزيدوا الماء؟ لان حبوب شيا فيهم واحد الماده مثل الكولاجين، يعني كينتفخوا وكتسرب كتمتص جميع السوائل. كنرجع المقلاة ديالي على نار مهيله لمده 10 دقائق حتى كينشف ليا داك الماء، وهو المربى ديالي حاضر ناضر وواجد. بالنسبه للمربى ديال التين او ديال الكرموس، من بعد ما خليته تقريبا واحد 15 دقيقه، يعني كما تسالينا في المرحله الاولى، كنخليه 15 دقيقه على نار مهيله ومره مره نحركوه باش ما يلتصقش لينا من القاع ديال الكاسخول او ديال الاناء. كنجيب هنايا قريعات اللي يكونوا متعقمين، التعقيم ساهل، كناخذ واحد المنديل اللي يكون نظيف وجاف، وكنديروا الخل الابيض، من الاحسن الخل الابيض، وكنمسحوهم مزيان مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا وهو ساخن. كنملؤوا القريعات ديالنا وكنغلقوهم باحكام حتى كيبردوا لينا تماما، حتى كيبردوا خليهم فوق سطح العمل 6 سوايع 12 ساعه او حتى يباتوا ليله كامله. حتى كيبردوا عاد كندخلوهم نحتفظوا بهم في الثلاجه، هادو ما نحتفظوش بهم في بلاكار لانهم خالي من اي ماده حافظه وبدون سكر نهائيا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السكر، الله يشافي الجميع، مرضى السكري وكيتشهاو المربى وكيديروه ما كينجحش معاهم، او كيمشيو يقتنيوه من الاسواق الكبرى بواحد الثمن اللي مرتفع. لكن سيداتي هاد الوصفه وكذلك الاطفال ديالنا، ماشي ضروري دائما نولفوهم ياكلوا الحاجه اللي كتكون فيها السكر المهدرج او المصنع السكر الابيض، ضروري مره مره ما نبدلو اليوم ونبدلو حتى لراسنا، خصوصا مع هاد الاوبئه وهاد الحالات وهاد الجو، ضروري ما نقصوا من السكر واحد شويه باش كترتفع عندنا المناعه. اكيد كيف ما كتشاهدوا معايا ثلاثة الأنواع ديال المربى صحية بدون نقاش، بدون مواد حافظة وغني بالأوميغا
تروى. نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. كيف ما كتشاهدوا معايا، هذا مربى ديال البرقوق، هذا هو القوام ديالو، كيجي اكثر من رائع. هما كلهم جو رائعين، ولكن بالامانه يعني كل واحد والذوق ديالو. انا عجبني ديال البرقوق بزاف بزاف، جديد خطير. كيف ما كنعرفوا البرقوق والتفاح والكرموس فيهم واحد النسبه ديال الحلاوه طبيعيه، خصوصا البرقوق ملي كنعسلوه هو والكرموس كيعطيونا واحد الحلاوه اللي هي طبيعيه بدون اضافه السكر. من بعد ما كان قبل ما نغطيو عفوا داك القريعات، ما فيها بس نزيدو واحد جوج معلقات او ثلاثه من زيت الزيتون فوق القريعات ديالنا باش كنحافظوا عليهم اكثر. كيف ما قلت لكم راه خالي من المواد الحافظه او اي نكهات، يعني كيبقى طبيعي وضروري ما نحافظوا عليه بهذه الطريقه. جوج معلقات او ثلاثه معلقات ديال الزيت فوق من المربى ديالنا ونحتفظوا به في الثلاجه، كيبقى لينا حتى لشهر. انا درت الكميه محدوده اللي دوز ليا شهر، ان شاء الله منين يسالي نعاودوه، ما نديروش كونتيتي كبيره لانه ما فيهش سكر، ويعني ماشي بحال المربيات الاخرى اللي كنديروا كنخليوه حتى لسنه، هذا غيبقى لينا غير شهر. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا الكميه كبيره ويحتفظوا به حتى لسنه، غنخلي لكم في رابط صندوق الوصف كيفاش تعقموا وتخدموه بنفس الطريقه، ما تغيروا حتى شي حاجه غير باش نزيدوا نعقموا القريعات ديالنا ويبقى لينا حتى لسنه. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ديال كيفاش حضرنا الصلصه ديال الطماطم وكيفاش عقمناها بواحد الطريقه يعني اللي كتخليه لمده سنه كامله بدون ما يفسد. شكرا لكم متابعه، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم، والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله.